الحمد لله لاعبين مشكورين على هذه المقابله ولا الطاقم التقني ولا الجمهور اللي جا ساندنا بكشافه. الحمد لله كنتمنى ان الدور الثاني نقولوا الكلمه ديالنا نزيدوا ناكدوها ان شاء الله في كاس العرش اللي غنمشيو ابعد نقطه ان شاء الله في كاس العرش. والحمد لله انطلاقه كانت جيده لنا في كاس العرش وان شاء الله طموحنا نمشيو اكثر واكثر. والحمد لله الجمهور ساندنا والجمهور كان اكبر سند لنا في هذا الفوز ف4-0 وان شاء الله نقدموا احسن في القادم ان شاء الله. كنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم. احنا كنا عارفين الماتش ما غاديش يكون سهل والحمد لله الدراري تكونسونطراو عليه مزيان والحمد لله تاتلنا الفوز. وكنبغي نشكر الجماهير اللي ساندونا من اول دقيقه حتى الاخر ديال الماتش. كنبغيو ان شاء الله كنقولوا لهم ان شاء الله غادي نزيدوا نخدموا ان شاء الله باش نفرحوكم في المقابلات اللي جايه ان شاء الله.